يهدف هذا البرنامج التدريبي وهو ضمن مجموعة متكاملة من 20 برنامج تدريبي يتم تقديمهم للطلاب في جميع المسارات ببرنامج علماء المستقبل، يهدف إلى توعية الطلاب بالمخاطر التي يمكن أن يواجهونها في المختبرات وكيفية التعامل معها. احنا حرصنا في دورتنا اليوم التكلم والتحدث عن السلامة البيولوجية في المعامل ابتداء من دخول المعمل حتى انتهاء التجربة الذي يقوم بها. كانت بداية هذا البرنامج جميلة ورائعة جدا، وإن شاء الله سنختتم هذا البرنامج بمشاريع تواكب رؤية 2030. أنا اليوم في برنامج علماء المستقبل، برنامج اللي أهلك للمسابقات العالمية والجامعات المرموقة، مهتم بالكيمياء والفيزياء وفي التجارب، وأهدف للمشاركة في المسابقة العالمية آيسف، ويكون لي دور مهم فيها. أسعى لتحقيق نمو للمملكة العربية السعودية، وأشكر مؤسسة عبد المنعم الراشد لإقامتهم هذا البرنامج وجامعة الملك فيصل للاستضافة.